هل جزاتي؟ هل جزاتي اني وثقت فيك وامنتك على سري؟ اخرت تقولي لي اخوك؟ حبيبتي ممكن تقعدين وتهدين نفسك وتفكري بس شوي، فكري بس شوي، انا ليش قلت لمشاري؟ عشان اقول لاحد يعرف يتصرف قبل ما تسببين لنا مصيبه. وش عليك انت؟ وش عليك؟ ولا بس تبين تخربين وخلاص؟ وش شغله اخرب عليك؟ كلكم ضدي، كلكم ضدي. انا تخيلت البنات توقفين معي، انت مريتي بنفس التجربه، زوجتي واحد ما تبيه، وش كانت النتيجه؟ ها ردي وش كانت النتيجه؟ كان جريمة قتل. الحين تبيني اتزوج فهد عشان اسوي نفس اللي سويتيه؟ لا طبعا، بس الطريق اللي انت كنتي ماشيه فيه كان راح يوصلك لنتيجه اسوء. تحمدي ربك انك جيتي وقلتي لي، وان مشاري تصرف بدون ما يفضح الموضوع قدام ابوك. والله العظيم انت ما انت عارفه نتيجه الخطوه ولا المصيبه اللي كنت حتسويها. تحمدين ربك ألف مره ان الموضوع ما تم. راح اتزوج غصبا عن الكل.